واحد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابة أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في ملعب صدور الخمرة بطولة النخبة الأولى بالخمرة الدور التمهيدي الجولة الثانية لقاء الذي يجمع ما بين النيل من الجهة اليمنى بألوان خضراء والأم المنتزهات من يسار بألوان حمراء. صافرة حكم المباراة سيد محمد ثابت يعلن عن بداية الشوط الأول في هذه اللحظة. أيضا الحسين الهاشمي سامي الزهراني بندر بليهي عبد العزيز عمر وأيضا سلطان الزهراني. هذه إقامة المدرب أبو سلطان. أوه حلوة اللقطة حلوة البداية من الأحمر كاد أن يسجل أول. هذه طبعا تشكيلة أبو سلطان مدرب العود البطل اللي سيأتي بعد قليل سيواجه طبعا جولة التغيير بعد أن توج في بطولة كهرباء جنوب إلى الثالثة على حساب مين على حساب اشتركوا
عاد اليكم من جديد، عاد اليكم من بعيد، هدف التعادل للنيل، النيل عاد مرة أخرى. كرة طويلة للأمام، عاد التلال، عبد الله الزازي، كرة على بعد ذلك تمريرة جميلة، خضر خضر خضر، كرني تمريرات حلوة، وين الثاني وينه؟ وين الثاني وينه؟ الله على الدفاع، برافو على بعد هذا، نجم الراعي بكري يا جماعة، بركي الباركي، الباركي مباراة كبيرة بكري. ممكن ان يكون نجم هذا الديربي، من الممكن ان يذهب الى ركن المساحه بعد هذه المباراه حسناني. كره لخضر، كره في الصافله محمد ثابت يعلن الشوط الثاني والمباراه نقطه لام المنتزهات، اولى في البطوله، نقطه ثانيه للنيل في هذه البطوله. النيل